الله الناصر الواحد القهار. يا أبناء سوريا الأبية، يا شعب الحرية والكرامة، يا أهل الملاحم والبطولات، ويا مناة المجد والتضحيات، ويا عشاق الشهادة والخلود، أحييكم تحية الوفاء وأبث إليكم محبتي، وأستمد من صمودكم قوة جيشكم الحر الصامد الذي سطر من ثباتكم تلك الملاحم الأسطورية في حب الوطن والحرية. أيها الأخوة السوريون في بلادي وخارجها، أغتنم في هذا اليوم الأغر والذي يصادف تأسيس الجيش السوري الحر الفرصة لأهنئكم باسمه وباسم عناصره وضباطه والعاملين فيه والقائمين عليه. كما عهدتم الجيش السوري الحر منذ بداية ثورتنا المباركة بالأب التصريع عن عملياته على الأرض السورية الطاهرة أو من خلال مواقف أخرى، فقد حرصنا أن نحافظ على شفافيتنا طوال الأوقات حلوها ومرها سيئها وجيدها، لكننا نرى ونسمع ظهور عناصر من يدعون الانتساب لجيشنا السوري الحر أو فصائله أو قياداته في الداخل، حيث أصابت البعض من هؤلاء حمى التسلق على الفرس واغتنام المناصب إلى الحد الذي دعاهم لأن يعلنوا إنشاء وتأسيس حكومات انتقالية في محاولة صريحة وواضحة لركوب موجة ثورتنا والإتجار بدماء شهدائنا الأبرار ممن يدعون أنهم إخوتنا بالسلاح في الجيش السوري الحر، ولكنهم في الواقع يحاولون إعادة إحياء نظام الأسد الساقط في احتكار القرار من غير الرجوع لرأي الشعب الذي بذل الدم والدموع لكي يحصل على استقلاله من عصابة الأسد المجرمة. إن الهدف الرئيسي من إعلان إنشاء حكومة انتقالية هو إرضاء الخارج وضرب الداخل بعضهم ببعض وتفكيك يد الشعب الضاربة والممثلة بالجيش السوري الحر. إننا يا الحرية لا يأتي كما خبرتم بالتمني، إنما ينتزع نزعة، وثمن الحرية غال ويأتي بلون قاني واحد ألا وهو الدم. ومن اعتقد بأن أسقاط نظام طائفي قد دام استبداده 50 عاما بالأمر اليسير فقد أخطأ خطأ كبيرا. هذا النظام الذي بنى نفسه لقهر الشعب وذل المواطنين واستخدام الطائفية البغيضة وخرب القيم ودنس المقدسات وانتهك الحرمات ستسقط صرخات الحرية ويفنيه العزم والثبات. إن الجيش السوري الحر يؤكد أن مهمته الأولى والأخيرة هي حماية الوطن والزوج عن حدوده وحماية المواطن والدفاع عن كرامته، ولن يكون طرفا في أي طبخة سياسية إلا بما يقرره الشعب الذي ضحى ويضحي من أجل حريته. وطالما أن الشيء بالشيء يذكر، أود أن أتوجه بالسؤال الساس من المعارضة لسؤال يسأله الكثير من جنودنا الشرفاء على أرض المعركة، حيث يعانون الشح في الذخيرة والعداد والعدة. أود أن أسألهم أين تذهب المعونات والدعم الخارجي؟ هل من مصلحة الشعب السوري إراقة دمائه كي نقتصد بالعداد والعدة؟ إننا في الجيش السوري الحر الأقدر في تولي توزيع المؤن والعدة والذخيرة، لأننا كنا وما زلنا على أرض سوريا الطاهرة نموت لأجلها ونسقي ترابها بدمائنا. إن الجيش السوري الحر والشعب السوري بكافة أطيافه في مسيحيه ومسلميه أكراده وتركمانه وعلويه ودروزه بداواه وحضره، يشكر كل الدول الصديقة من أصدقاء سوريا والشقيقة من الدول العربية والإسلامية والذين وقفوا إلى جانب ثورتنا وتعاطفوا معها. الرحمة لشهدائنا والشفاء لجرحانا والعزة لأمتنا والنصر لثورتنا.